احنا منطقه دي منطقه سيدي حماد فيها تو ما يقارب على امتداد سكني كبير برشا بعد 2011 بالنسبه للجمعيه المائيه تعملت كحل ترقيعي ديجا هي وقت اللي تعملت وكذا الجمعيه المائيه جابوها كباش تحل المشكل ولات هي حد ذاتها المشكل لان ما عادش نجم توصل تو كل واحد يجي تقول له شد رئيس جمعيه يقول لك شو تعطيني اعطيني دبوزه ماء فيها ايتر تقول لي شرب منها 1000 بشر ما نجمش عادش كافيه باش تشرب حتى واحد معناها الماء مخصوص علينا عنده يجي عام ونص انا في داري ما يوصلنيش الماء نص مانيش نحكي على روحي اما معناها روح حتى كي يشرب الجمعيه هذه كي تسلي بالماء تو جا مش موجود حتى كي تسيب الماء ما يشربش 5 ولا 10% من السكان نتاع المنطقه المطلوب اخويا مذابين على سونات احنا تو تخنا في درجونه كمنطقه بلديه يلزمنا نتمتعوا كيما تتمتع البلديات الكل احنا قاعدين ندفعوا في اداءات مانيش نتمتع حتى بخدمه.